في محافظة الوادي الجديد دشن محافظها اللواء محمد أزا ملوط دشن وحدة لصناعة البن، وذلك بمركز التكوين المهني بالخرجة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، والذي يضم وحدة كاملة لتصنيع وتعبئة البن. وقد أشاد أزا ملوط بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها وقدرتها على المنافسة، ووجه بالتعاقد مع المحافظة لشراء الكميات المتوفرة تشجيعا للمنتج المحلي. من الوادي الجديد تفاصيل أوفى مع الزميلين محمد حسين وخالد عز الدين. دشن السيد اللواء دكتور محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد وحدة لصناعة البن بمركز التكوين المهني بالخرجة بمديرية التضامن الاجتماعي، ويضم مشروع صناعات البن وحدة كاملة لتصنيع وتعبئة البن بمركز التكوين المهني لتوفير البن بأسعار مخفضة للمواطنين. المشروع ده احد الانشطه اللي ضمن مؤسسه التكافل الاجتماعي، وحاجه فريده من نوعها في محافظه الوادي الجديد. وده بتم السواعي اللي قام بها الاستاذ محمد منير مدير مديريه التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع سيد اللواء المحافظ، على اساس يوفر لخدمه محافظه الوادي الجديد وخدمه ابناء المحافظه. والمكان ده بيدي فرصه لتشغيل الشباب، وخصوصا الشباب اللي من ده ما فيش فرص عمل متوفره، فوحده تصنيع البن ضمن المشروعات اللي بتساهم في تشغيل الشباب. والوحده دي هدفها توفير البن في المحافظه، بل على مستوى محافظه الوادي الجديد وعلى مستوى الجمهوريه. الحمد لله شغال في مصنع البن في التكوين المهني. الحمد لله المكان قدر يوفر لنا مصدر عمل، مصادر عمل كتير، والحمد لله بدأنا ناخد خبرة عن المكان، وبإذن الله إن شاء الله يعني نبدأ نوزع البن بتاعنا على جميع الجمهورية إن شاء الله وبتوفيق. النهارده بدعم من السيد المحافظ والسيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في مركز التكوين المهني، قدروا يوفروا لنا مكان وفرص عمل لشباب كتير معايا شغالة معايا في وحدة التصنيع، وبيوفروا لنا الخامات وبيوفروا لنا فرص عمل كتير. والنهارده الحمد لله رب العالمين ثقافه البن بقت مختلفه خالص عن الاول، بكل شاب لازم يشرب كوبايه البن، كل مصري لازم كوبايه البن، ده شيء اساسي في اليوم. والحمد لله رب العالمين بنجيب حبوب من اجود انواع البن وباسعار تنافسيه، وقدرنا يعني نوفر للمستهلك كل اللي هو عايزه. والحمد لله النهارده احنا بنشتغل من اول الحبايه الخضراء لحد كوبايه البن اللي بيشربها المستهلك. من الوادي الجديد لكم تحيات محمد حسين لاخبار طيبه.